يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحري جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 36، الصغرى فيها 27، الإسكندرية 33 24، مطروح 31 25، بورسعيد 32 27، الإسماعيلية 38 25، محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 26، العريش 34 24، طابة 36 25، شرم الشيخ 39 30، الغردقة 41 30. أما الأقصر العظمى فيها 42، الصغرى فيها 28، أسوان 43 30، الوادي الجديد 41 24، شلاتين 40 30، حلايب 36 29. والآن نسرد وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.